ياخدش اجازات وبتاع. احنا كابتن هشام كان بيتكلم على اجواء الكونغو نفسها يعني. انت ممكن دوله في شمال افريقيا تبقى قريبه من جوك وبتاع تبقى الامور احسن الدنيا ماشيه ورمضان وبتاع يعني. خلي بالك برضو لسه خارج من رمضان ما اعرفش انا بشوف صعب. يعني ان شاء الله ربنا يكرم بإذن في الله. المباراه القادمه احمد معانا برضو الكاس العالم للانديه 2025 ومعانا ماتشات الاهلي. نبدا بكاس العالم ماتشات الاهلي وبعد كده نبدا بكاس العالم. ماشي. هو النادي الاهلي بقاله 18 مباراه متتاليه بدون هزيمه في دوري ابطال افريقيا. لو معانا لو جاهزين مباراه سيمبا التنزاني فوز الاهلي 2-0، بعد كده سيمبا فوز الاهلي 1-0 قدام نايت، وبعد كده يانج افريكانز طبعا جايبينها من الاخر للاول يعني. اوكي. سيمبا 2-0 سيمبا 1-0 يانج افريكانز فوز الاهلي 1-0 ميدياما النادي الاهلي كسب 1-0 شباب بلوزداد تعادل 0-0 في الماتشين يانج افريكانز تعادل 1-1 ميدياما الغاني فوز الاهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي فوز الاهلي 4-0 وبعد كده فوز الاهلي 3-0 يكمل الوداد المغربي النهائي طبعا الشهير تعادل 1-1 وبعد كده فوز النادي الاهلي في الذهاب 2-1 الترجي التونسي في نص النهائي فوز الاهلي 1-0 و3-0 والرجاء المغربي 0-0 وفوز الاهلي 2-0 والهلال السوداني 3-0 والقطن الكاميروني 4-0 النادي الاهلي كده ان شاء الله ان شاء الله 19 مباراه يعني كده احنا بنعادل مستر مارسيل كولر بيعادل مستر مانويل جوزيه تقريبا لا 19 احنا 18 اللي, يعني اللي جايه قدام مازيمبي 19 يتعادل مستر مارسيل كولر مع مانويل جوزيه اللي جايه يتعادل في اللي جايه جاي يعدي لا اللي جايه يتعادل يتعادل انا فاكره 19 ففي حال التعادل او فوز ان شاء الله النادي الاهلي على مازيمبي كده ان مارسيل كولر يعادل رقم مانويل جوزيه يا رب يعادل يا رب والله بجد انا الجيل ده بالنسبه لي يستاهل كل حاجه حلوه بصراحه يعني لان هم تعبوا جامد جدا 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 يعني لو شافوا صعاب كتير طبعا صعاب كتيره جدا جدا بعدوا عن اهلهم كتير جدا فرحونا كتير جدا هناك بعض التقصير في بعض الاوقات ولكن دائما وقفه النادي الاهلي طبيعي بتاع الكوره يا كابتن وبرده يا كابتن هتكلم معاك في نقطه على ايام جيلكم وجود الجمهور في الملعب في كل الماتشات دي كانت ميزه الموضوع مختلف مش عاديه صح بصراحه حتى في التمرين حتى في التمرين طبعا حتى في التمرين كان في جمهور دلوقتي الجيل ده مظلوم مختلف في حته ان هو ما بيلعبش بجمهور دايما ده لو واحد ماشي بره بس الجيل ده معاه السوشيال ميديا الجيل بتاع زمان برضو معهوش السوشيال ميديا لا السوشيال ميديا دي ضغط انا شايفها ضغط على بعض اللاعبين بصراحه بس بعض اللعيبه بتظلم بس هي برضو السوشيال ميديا برضو لها ايجابيات ليها ايجابيات جدا بس انا كنت بشوف فتره من الفترات في بعض اللاعبين بتستخدم السوشيال ميديا كسوشيال ميديا ويطلع